ايه الحمد لله رب العالمين، قربت تنحل وبكره ان شاء الله نرجع مثل قبل واحسن. ولك كيف بدها تنحل؟ ولك ما في شيء. نحن خلاص يعني حسمنا قرارنا وانتهينا من اول يوم طلعتوا ضد سيادته. لك يا زلمه، عم اقول لك الموضوع ماشي للحل وبرعايه الدول العالميه ودول المنطقه، وانت جاي بتقول لي سيادته ما سيادته ما سيادته؟ لا عاد فهم ولا عاد وعي. اذا بتريد ممنوع تحكي على سيادته بحضورنا، وممنوع تتفوه بكلمه بتجرح فيها مشاعر الام السوريه اللي سيادته هو الاب الروحي إلها. يا رجل والله انتم مخكم غريب عجيبه. هلق من ايمت صارت الام السوريه؟ نحن لما طلعنا الثوره ضد الظلم من 10 سنين تركناها اسمها الام العربيه. ايه هادو لما طلعتوا يا مندسين قبل ما تطلعوا كان اسمها هيك، بس هلق بعد ما خربتوا البلد بتفكيركم الانتهازي ومحاوله اسقاط الاب الروحي اللي ما قدرتوا تسقطوه بمؤامراتكم العالميه والعربيه، صار اسم الام السوريه. العماش اش قد متغير لهالبلد واش قد متغير هالعالم، ولك نحن كنا متعايشين ومبسوطين. إيه بعد هالمسألة كان بدها شوية عدل واحترام للناس اللي سيادته لسيادتك ما كان يفهم انه نحن بشر وعنا كرامة. على كل حال نحن ما زلنا مثل نجوم الشواهد، ينحني عمود يراقب من قمة الشمم الى بوط الشموخ الى اسفل القدم ليترنم الفغمات الحارس الملك السعودي لاجل سيدي بشار سهيل الحسن النابغ الاسدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم على المكشوف. اجتمعت اللجنة الدستورية السورية المؤلفة من خليفة بيدرسون، ولك صحيح يعني ولك قيس بيدرسون ما عرفنا مين هو، معقول بيكون من جماعة أبو فليني؟ شايفه عايش عم ابدأ إيدي بإيدك بس قلبي معه. والله يا عم الحجي ما عاد عرفنا بصراحة راسنا من رياتنا، وما عاد عارفانين بيل جيدرسون من بيل كلينتون من بيل وسيبستيان، صارت خبيصة الله يخبصهم بإعصار ما بيخلي لا بيل ولا بشار. طبعا مثل ما الكل مراقب وشايف الوضع السوري كيف عم يتمرجح مرجحة ما بين نظام أبدانات بطش وما بين كم واحد ابتلى فيهم الشعب السوري اللي قاعدوا برا، فاحتار الشعب شو بيسميهم، مرة بيسميهم الأرانب وباقي المرات بيسميهم الكدش. الثورة السورية اللي كان صداها بالبداية واصل ومسموع ومعدي السبع بحور، وبعز قوتها وعنفوانها طلع المستقلين والحثالي والمتنطعين والمتفيقهين والإخوانيين والليبراليين والوسطيين والرأسماليين والشيشكليين والأتاسيين، وما ضل ابن نيص وابن حصيني إلا ما استلم شي داخوشة أو برك عشي داعم ويطق عليه مراجل ويشد بحبال تخاني. بس عطول ورغم كل المآسي وش قد ما تنوعت المناصب والكراسي، راح يضل الحق مثل السيخ الساوي، والكولك راح تبقى مثل قرص المشبك، ما أنك عارفان بتضل بارك على الطرف ولا بتفوت على المركز اللي ماله طريق إلا من تحت النص. صراع الشعب السوري مع الأسف اختزل بما يسمى قيادات الثورة، واللي للأسف كمان أكتر من التلتين شلة زبلعجية عقول تشرتح كان قبل الثورة إما قومجي مثل فلان أو نجار باطول مثل فلان أو واحد مديون ولاقى الثورة فرصة ليتهرب من اللي عليه أو بلاط أو راعي أو واحد من فخجي والنفخ بالثورة أكتر ومشي حاله على أول دفشة. أما التلت الأخير مقسوم بالنص بين ثوار وأحرار وشرفاء وهن الشعب والقادة الصادقين، وبين جماعة المنابر الخارجية اللي كمان الله يصطفل فيهم. ونضل مع جماعة الله يصطفل فيهم اللي واحد من أول ما طلعت صيحة حرية ضب شنتايته وطالع جواز سفر ولبس الرسمي وقال يا رزاق اجت الرزقة والله جابه، وطلع برات البلد او هو بالطبيعة كان هنيك. وبعد التواصل وكشف المستور طلعت هالشلة حمير اجلكم الله، ونحن مفكرينهم جواميس من فصيلة الثور. كل صراع السوريين وتضحياتهم جماعة الطقوم الرسمية اختزلوها بإصلاح الدستور المهتري تبع حافظ على مبدأ إذا انصلح الدستور سقط لحاله الطرطور، وشي هي التنسيق وشي إصلاح دستور، والكل نازل ببيت الثورة على هات وفت هات وفت ومصاريف مالها طامعة. كل حال الشباب المعارضين مثل ما بتسميهم الدول معارضين اختزلوا الإجرام بخمس ورقات على الأغلب مطبوعات طباعة، وهن قضية تعديل الدستور اللي للأسف انتست الأرض والمدن والأهداف والكرامة لدستور بيك السوري. طبعا نحن عم نحكي عن أبو بدلة رسمية وكرفتة عقلت المصريين، لكن جماعة البدلة العسكرية لهم منا ألف تحية. هلا خيو بدي أسألك، اللجنة الدستورية إلها علاقة بشعبنا اللي تشرد وتمرمط؟ إلك عمي لك الحمد لله كلهم الشباب شغالين، بس الحقيقة ولا واحد من الشعب عرفانهم. إلك عيش يا كديش. خيو الشعب شو رأيه بهالفتيلة هي؟ والله يا عم الشعب مانو عرفان سمير من سميرة، صار علينا مثل النايمين باجتماع، والملك بيخطب كل ما سكت لا شعوريا نصفق له ونصيح عاش الملك يفنى الوزير، يعني هيك ضايع الطاسة وما التقت. بس الشعب للحقيقة له رأي وصوته مسموع، بس حد الدوار تبع إذنك. مين قالكم انه مشكلتنا مع الدستور؟ يعني لو الدستور عم بيتطبق يعني كان ما في احلى منه، بس للاسف يعني ما في شيء من الدستور عم يتطبق. مين قالكم انه هو قران منزل؟ يعني الدستور اللي عم ينشغل عليه واللي انشغل عليه من ازلام النظام ما بيمثلنا ولا بيمثل اصلا تطلعات الشعب السوري. قضيتنا اكبر من هيك وابعد من هيك، لا تحجموا وتحجموا ثورتنا في دستور.
يعني الشعب ناطرها تبيض من ديك ولو بيضة بالسنة. يا شعبنا الكريم، يا شعبنا المعطاء، سنبقى نساندكم ونسرق قوتكم ونتمشور على حسابكم بأروقة الأمم المتفرقة لحتى تتحد، وأنا كهادي البحر حامل همكم طيارة خاصة مشان بعرف كيف فاوض عنكم. طبعا جير بيدرسون مثل ما قال له صاحب الكر، ربطه جمع 150 واحد، جاب المقص قسم بالنص، طلع معه 75 للنظام ومثل للمعارضة، واشترى لهم طاولة و150 كرسي وكرسي خاص له، وبلشوا نقاش مثل ديوك الحبش، ما في غير هر 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 وور 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 وور. من أول جولة خاب أمله لبيدرسون، وبلشت نفس الأسطوانة تبع بانكيمون تبع القلق، وبدأ يقلق، ونحن مثل المساطيل قلقينهم على اجتمعوا وخلصوا. بيدرسون يخيب أمله، بس الصراحة الأستاذ هادي البركة البحرة ما خاب أمله بنوب. خيو أبو بحرة، شو صار معك بالاجتماع؟ يعني لو تخبر هالشعب اللي على أساس أنت عم تمثله. معظم الدول يعني مندوبينها موجودين، منها يعني معظمها على مستوى من وزارات الخارجية أو ممثلين خاصين إلى سوريا. هناك اهتمام بأعمال اللجنة الدستورية وانتظار لما ستتمخض عنه هذه الجولة. فإما هذه الجولة ستثبت اهتمام كافة الأطراف بأنهم جادون في التوصل إلى صياغة مشروع الدستور. ايه الحمد لله الحمد لله، كتير من المندوبين حاضرين، الامور طيبة والزلمة قلبه بارد، فلا تخافوا يا شعبنا. لا تفكر ما اصلا نحن تعلمنا من هالناس هي انه فعلا ما بيحك جلدك غير ضفرك. وبالنسبة لهذه البحرة الله ياخدك، بحسك بوية جموم ممثل عن شعب ملكوم عاف من الوجع، يخرب بيتك ما ابردك. بس اهم شيء الاقامة الفخمة والبدلات سبور والسيارات الماركة للتنقل، ولو انتم ممثلين عن شعب حر والواجب انكم تصرفوا احسابه. ما بنشوف غير كل كم يوم مجالس الدول تورعنا للسوريين ب10 ملايين يورو، البنك الالماني تبرع للسوريين في تركيا ب40 مليون يورو لانشاء مشاريع للسوريين. ولكي قبل يقول لما بيضيع شيء اكلهم حمود، اليوم فيك تقول اكلهم سهير وانس العبدي وهادي. بس يا سيد هادي، الشعب قاعد على نار، بده يعرف وين صرنا خيو. وانت يا زلمه اذا ما سالت ما بتجاوب، يعني شو وين صرنا عن جد؟ هلق المفاوضات شو صار فيها وحكينا بجد. كما نعى من قبل الجولة الخامسة وما سبقها من جولات، نعى بيدرسون الجولة السادسة وأعرب عن خيبة أمله بمجريات اليوم الأخير من الجولة، وكأن مجريات الأيام السابقة كانت على ما يرام. ثم صدم بيدرسون بتعنت وفد النظام وعدم الوصول إلى أي صيغ مشتركة بين الوفود. العمش بيدرسون عم ينصدم الزلمة الله يعينه، كل ما بينصدم واحد بتروح لها شيء سن الشغلة عبين ما بفيق من صدمته. والشي اللي بيضحك، السيد هادي هلك وهو شايل وراق مطالبات لوفد النظام، وآخر جولة الجماعة راحوا بحديث جانبي. بس منيح انه الزلمة حكالنا شو عم يشتغل. بس ابو الهد صحيح خيو، شو صار معكم هاي المرة الاخيرة؟ الجولة القادمة ان شاء الله ستكون الشهر القادم، سيتم متابعة الجهود لأجل التوصل إليها مع بحث مبادئ جديدة أخرى. سقف التوقعات؟ سقف التوقعات أن نوصل إلى أقرب ما يمكن من النصوص المتشابهة. إيه هيك، الله لا يعطيك العافية. شو مضينها سيران رايحين جايين، العمى بعيونك إذا عاد استحيت. ترى وينك، البلد راح ينصلح غصب عن الجميع، والقيادة الحكيمة من كتر ما عم تصلح بهالبلد اللي وفد المعارضة سود وجهنا، الله لا يوفقه هو يقدم تنازلات وحلمه بياخد له مقعد بالبرلمان بالحكومة السورية الجديدة بعد ما قطع الأمل بالوزارات اللي ضحكوا عليه فيها، وعلى ما قد في إصلاح وترتيب وإعادة للحياة على طبيعتها. حتى اللي كان عامل حاله سبع البولمبا، الزلمة بده يطلع برا البلد ويترك محله لغيره يتنعم بالخيرات. وهذا الشبيح زين الدين مراد من كتر ما صار في إصلاح دستوري، خلونا نسمع شو بده. من أجل هذا الاستنفار أنا أقول لسيد الوطن، قدمنا الكثير، إذا كان الفاسدين أكثر من المواطنين افتحوا الحدود ليخرج واتركوا هذا الفساد للفاسدين. وهون حبنا نقول لسيد هادي النهر أو هادي البركة أو هادي الساقي، خلص زوق على حالك يا هادي البحرة يا زلمة. إذا هذا الشبيح الواطي عم يقلك في ظل دولة الأسد هالبلد مو إنا، وأنت شايل شنطاتك وطير لي من محل لمحل مثل الشحادي وبناتها. وبالنهاية هذا البلد ما بتنصلح إلا بعملية جراحية تستأصل الورم الخبيث المتمثل بآل الأسد وحاشيتهم وعقلة اللبنانية كلهم، يعني كلهم ما في مجال. كان معكم في حلقة جديدة من برنامجكم على المكشوف، قيس الحاج حسن، وربي ينهيها خير. قولوا آمين.